سوزانا شولتز تعشق الآلات الموسيقية وتحترف صناعتها. لقد أخذت على عاتقها مهمة صنع نسخ طبق الأصل من آلات موسيقية مصرية قديمة. المتحف المصري في مدينتها برلين يمثل مصدر إلهام لها، وبينما ينصب اهتمام الزوار الآخرين على القطع الأثرية المعروفة، تجتذب أنظار الباحثة قطعة مميزة للغاية. هذه كنارة فرعونية فاخرة الصنع، وهذا يتضح مثلاً من خلال الزخارف والإطار المطلي باللون الأحمر. وهناك أيضاً آثار لمعجون أخضر. خلف حامل الأوتار الذي بقي جزئياً بحالة جيدة، هناك ثقب صغير للصوت يتم من خلاله تقوية النغمات التي تنشأ في الصندوق لتنتقل بعد ذلك إلى الخارج. ما ألهمني لإعادة صنع الآلات الموسيقية القديمة هو هذه القيثارة، لكنها ليست بحالة جيدة. توجد في المتحف نسخة أخرى يمكننا أن نرى فيها كم كان عدد الأوتار، وهذا كان هو الحافز الرئيسي لتكليفي بهذه المهمة من قبل المعهد الألماني للآثار. سوزانا شولتز تعيد إنتاج معظم الآلات الموسيقية المصرية القديمة بتكليف من المعهد الألماني للآثار، وهي الآن في ورشة عملها على موعد مع آلة ستعيد صنعها بتكليف من شخص ما. يتعلق الأمر بما يعرف بعود الراقصات. قبل وقت قصير صنعت آلة شبيهة بها، ما سيوفر عليها ساعات من العمل المكثف، فجزء كبير من هذا العمل يتمثل في دراسة التصميم والمواد المستخدمة في صنع الآلة. أنا أستعين بالوسائط المختلفة كأساس لعملي. أحياناً أحاول معاينة الآلة بنفسي إذا كان ذلك ممكناً. ألتقط صوراً وأخذ مقاسات عندما يكون الترميم ممكناً. وهناك أيضاً خيارات تقنية أخرى متاحة، مثل التصوير المقطعي أو التصوير الشعاعي، وهي إمكانية من شأنها أن تتيح رؤية ما بداخل الآلة الموسيقية. عدا ذلك أستطيع الاستعانة بالرسوم الأثرية. الصور المقطعية التي تتيح تحليلاً أفضل للآلة المراد استنساخها تم إنجازها. في مستشفى شاريتي في برلين بعد التحضيرات يبدأ الجانب الحرفي من العمل، وسواء تعلق الأمر باختيار الأدوات أو المواد المستخدمة، تحاول سوزانا شولتز أن تعمل بأسلوب أصلي قدر الإمكان. وللصق الخشب تستخدم الصمغ الحيواني التقليدي، وهو مادة لاصقة طبيعية يتم الحصول عليها عبر غلي البقايا العظمية للحيوانات. إنه تحدٍ خاص أن يتقمص المرء عند استنساخ أداة موسيقية قديمة دور حرفي من الماضي ويحافظ على الطرق التقليدية للعمل. ورغم أنني تدربت على ذلك أثناء تعلم صناعة الآلات الموسيقية، إلا أننا نستعين في وقتنا الحاضر ولأسباب اقتصادية بالآلات، وهذا ما نحاول تجنبه هنا. وأنا نفسي أندهش في كثير من الأحيان لما يمكن فعله بدون هذه الآلات. وحسب درجة تعقيد الآلة الموسيقية المراد استنساخها، تحتاج صانعة الآلات الموسيقية إلى مدة تصل إلى 3 أشهر لصنع أجزائها المختلفة. لا أصنع الآلات الموسيقية للاستخدام الخاص، لذا لا توجد إلا في المعهد الألماني للآثار آلات موسيقية مكتملة الصنع صنعتها بنفسي. المعهد الألماني للآثار الذي افتتح في عام 1929 فرعاً له في القاهرة، يولي مقره الرئيسي في برلين منذ سنوات اهتماماً كبيراً بدراسة الآلات الموسيقية المصرية التقليدية من جميع الحقب. وسوزانا شولتز تسهم في ذلك بشكل أساسي عبر صنع نسخ طبق الأصل لآلات وترية كالأعواد والقيثارات. هذه كنارة فرعونية من عصر الدولة الحديثة، أي من الأسرة 18،
التي حكمت تقريباً في النصف الثاني من الألفية الثانية قبل الميلاد. لقد صنعنا منها نسخة في عام 2012 لمعرض في متحف بيرغامون في برلين، وذلك بمساعدة صور مقطعية أنجزناها في مستشفى شاريتي البرليني. بعد الانتهاء من صنع هيكل القيثارة، انتقلنا إلى الأوتار التي نادراً ما تكون بحالة جيدة، وهذا غالباً هو الجزء التجريبي من المهمة، حيث نعمل مع باحثين ونجرب الكيفية التي تم بها تثبيت الأوتار الأصلية، وأحياناً نستعين بموسيقيين لمعرفة الطريقة التقليدية للعزف على الآلة الموسيقية. يعتقد أنه تم آنذاك ضبط أو دوزنة الصوت في هذه الكنارة من خلال لف الأربطة، فعندما أشد الأوتار هكذا وأدير الأربطة أستطيع على الأقل ضبط درجة النغمة. هذا هو عود هارموسيس، وهو في الواقع سيتار. إنه مرنان بسيط مثبت على قضيب. في الآلة الأصلية عثر على بقايا الأوتار إلى جانب بقايا هذا الحبل، وهذا يكشف التفاصيل أكثر، فالأوتار سطحها أملس إلى حد كبير، ما يعني أنه تم معالجتها مرة أخرى. بشكل عام أحاول استخدام نفس المواد كما في الآلة الأصلية، فحيث استخدم الخشب الصلب أستخدمه أنا أيضاً بنفس الطريقة، والأمر ذاته ينطبق على جلود الحيوانات. هنا مثلاً أستخدم جلد الماعز. ما يميز عود الراقصات هذا هو أن صندوق الصوت كان في الأصل درقة سلحفات أو غطاء السلحفات الصلب، لكنني أعدت صنعه من الخشب الذي لا يؤثر كثيراً على نوعية الصوت. الهدف من بحوثنا هنا في المعهد الألماني للآثار هو صنع آلات موسيقية قابلة للعزف عليها. محاكاة النغمات الأصلية أمر غير ممكن، لكننا نريد دراسة العزف على هذه الآلات وإعادة إحياء تلك الموسيقى وربما عزفها أمام الناس. هل أصبحت برلين إذن مركزاً جديداً لاستنساخ الآلات الموسيقية المصرية القديمة؟ على الأرجح لا، ومع ذلك فإن صانعة الآلات الموسيقية غارقة في العمل، ففي ورشتها تنتظرها نسخة أخرى من عود الراقصات يتوجب عليها إنجازها.